ضيوفنا الكرام، الآن نتحدث عن أسطورة خالدة في كتاب التاريخ المصري الكروي والرياضي، بل وفي كتاب التاريخ الإفريقي. حينما تذكر كرة القدم المصرية، فمن بين العلامات المضيئة المتلألئة والسطور والعناوين البارزة يأتي اسم المعلم حسن شحاتة. Ladies and gentlemen, please welcome one of the world's greatest coaches, Hassan Shahata. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مش متوقع ان انا اطلع اتكلم، وطبعا مش محضر حاجه عشان اقولها غير اللي انا بقول ان انا بعتبره ده مشروع كبير قوي. مؤسسه الساتب قامت بيه، وبالرغم ان احنا كنا قايمين بيه من خلال وزاره الشباب ووزاره التضامن الاجتماعي واطفال الشوارع، ازاي احنا ممكن نعمل لهم المسابقات اللي من خلالها نقدر نجيبهم. لكن المشروع ده انا بقول ان هي مؤسساتك انجبته في وقت احنا كلنا محتاجين فيه للمشاعر الحلوه دي، كلنا محتاجين فيه للمحبه والسلام من خلال الظروف اللي بنمر بيها في الوطن العربي. فانا بشكر الشيخ علان تامر وبشكر استاذ الاشتراك على اختيار ان انا اكون موجود ورئيس شرفي للبطوله دي. وانا بعتبر البطوله دي انا من خلالكم جميعا بشكر كل الموجودين، كل الحاضرين، كل من لبى الدعوة لمؤسسة ساتب للمشروع. أنا بعتبر ده مشروع كبير وعظيم في نفس الوقت، كبير باسمه وعظيم في معانيه الكبيرة اللي بتجمعنا النهاردة على الحب وعلى السلام وعلى المحبة من خلال كأس ساتب للأيتام. وأتمنى التوفيق، وأتمنى الاستمرار، وأتمنى للجميع إن شاء الله إن احنا نعيش في خير محبة وسلام. السلام عليكم ورحمة الله.